الأحوال سواء مجموعات دراسية أو دروس خصوصية، المدرسة نفسها مفقودة. ما هي مفقودة يعني ليه سيادتك؟ ما هو برضو نحن نتكلم بصراحة. قبل ما تقولي ليه، أسمع مداخلتنا مع الدكتور علاء الجندي خبير تربوي ومدرس. أهلا بيك دكتور علاء، منورنا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا دكتور علاء. أهلا بحضرتك الكاتب والإعلام والروائي الفريد من نوعه في تاريخ الأدب العربي المعاصر الأستاذ إبراهيم. دكتور علاء، لو حبيت أكثف ولخص أحوال المدرس المصري أقول إيه عنه؟ طيب أنا هقول لحضرتك حاجة، خلينا نتفق إن المعلم والأستاذ الجامعي من أهم عوامل بناء الشخصية الإنسانية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، ولن نستطيع أن نجني ثمار جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدون الاهتمام بهما والعمل على تحسين أوضاعهما في شتى مناحي الحياة. بالنسبة للمعلم المصري أستاذ إبراهيم، تحمل الكثير من العقبات الحياتية المادية والأدبية على مر التاريخ، ورغم عن ذلك ما زال متمسكا برسالته السامية، قائما بدوره الوطني تجاه الدولة المصرية. قائم بدوره بقى ازاي؟ ما انا عايز اعرف قائم بدوره تحت الضغوط دي ازاي؟ يعني ايه الضغوط اللي عليه؟ ايه الاحتياجات اللي له؟ ايه المطالب اللي بيرفعها؟ جميل جدا. من خلال خبرتي المتواضعة في التعليم، المدارس حكومة وخاصة وعربي ولغات وايضا عمل الجامعي، تم رصد العديد من المشكلات وايه جهود الدولة تجاه هذه المشكلات. عشان كده هنتكلم في ثلاث محاور بتلخيص يعني الخلاصة زي ما بيقولوا كده استاذ ابراهيم. اول مشكلة بيقابلها المعلم البيروقراطية التي تسود معظم مؤسسات الدولة والتعليمية خاصة. بمعنى ايه؟ هل يعقل يا استاذ ابراهيم اننا في القرن الحادي والعشرين القوانين المنظمة للعمل المؤسسي تنبني على بنود السبعينات والثمانينيات؟ يعني انا دلوقتي لما يتم مخاطبة المعلم يقول بند مش عارف كذا لسنة 70، بند كذا لسنة 80. ايه يعني البند محتاج يتغير فيه؟ ده البند ده مالي، يعني مثلا دلوقتي حضرتك لو في مدرس بيشارك في تصحيح شهادة اعدادية او شهادة ثانوية، تصحيح الورقة ما يتعداش 10 قروش او 25 قرش. لسه البنود دي قائمة؟ لسه بنتعامل بهذه القوانين. تمام. طيب النقطة الثانية والمشكلة الثانية، الرضا الوظيفي الأدبي والمادي. طبعا احنا لا ننكر جهود الدولة المصرية في تحسين حياة المعلم والعمل على تنمية مهاراته. والدليل على كده تمام الجهود اللي طبعا بيكلف بها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي تمام وزارة التربية والتعليم بضرورة تنمية مهارات المعلم. وتنمت يا دكتور علاء. اتفضل يا فندم. اتنمت القدرات دي؟ اتنمت طبعا طبعا. في حضرتك دورات تدريبيه بيتم القيام بيها، واللي بيشرف عليها وزاره التربيه والتعليم والاكاديميه المهنيه للمعلمين، من ضمنها برامج زي مثلا برنامج بناء المفردات الاختباريه، ودي طبعا كان المستهدف منها معلمين الجمهوريه كلهم، وبشهاده المعلمين معلمين الجمهوريه كلهم المليون و200. والشهاده دي من المعلمين انفسهم كان لها دور كبير جدا، لانه كان في مشكله كبيره جدا في بناء الاختبارات التحصيليه، وكان مشاكل الامتحان خطا، المفرده الاختباريه غلط او غير مطابقه للمعايير. طيب المشكله الثانيه بقى غير الرضا الوظيفي. تمام. الرضا بقى المادي. تمام. سؤال بقى، هل يعقل يا استاذ ابراهيم ان يتقاضى، لسه قايل الاستاذ سيد مصطفى دلوقتي ان انا دلوقتي مرتب معلم كبير قضى في الخدمه 25 عام لا يتعدى راتبه 4000 جنيه؟ يعني حاجه يعني مش طبيعيه. حتى يتم يعني الراتب ده حضرتك تمام بيبقى على اساس 2014، ولما بيتم الخصم يا استاذ ابراهيم بيتم الخصم على 2022. فإن حضرتك لو في اي حاجه تانية بالنسبه بقى معاش بياخد ايه من 4000 كم؟ تمام. هو النقابه بتديله 15000 او 25000 او 30000 بعد خدمه 30 سنه. والمعاش الشهري بقى بكام؟ والمعاش الشهري ما لا يتعدى 1500 على ما اعتقد يعني. تمام. بالنسبه بقى للرضا الوظيفي الادبي، ان انا في مشكله دلوقتي ان تراخي وتكاسل بعض الموظفين في تفعيل قرارات الترقيه. على سبيل المثال استاذ ابراهيم، هل يعقل ان دفعه 2015 تمام لم يتم اعتماد الترقيه بتاعتها، واحنا دلوقتي في 2022 او داخلين على 2023؟ ده كم مدرس؟ ده الاف مؤلفه. فان حضرتك
لانه لازم يعني اترقوا 2015 لغايه دلوقتي ما اعتمدش للترقيه. لا لا يعتمد بسبب تكاسل الموظفين، وطبعا ده بينمي ما يمكن عدم وتوفر بند علشان هم يزيدوا مرتبهم لما يترقوا. لا المرتب مش هيزيد اكتر من 70 جنيه او 80 جنيه. ما هيقول لك 70 80 جنيه في ال 20 30 الف ولا ال 100 الف هيعمل رقم حضرتك. طبعا وده يرجع ايه بقى لتكاسل الموظف، مش تكاسل المسؤول الوزير او المحافظ. الموظف انا طبعا شاكر انك عايز تبرئ الوزراء والمحافظين وكل حاجه، لكن يعني هي ازمه تطول الجميع، مسؤوليه تطول الجميع. ما انا عايز اشكرك جدا دكتور علاء، وعايز اكمل هنا.